خليني بقى اروح مظبوط. معاك لموضوع حلقتنا النهارده اللي بيتكلم عن رسالتك للاعيبه نادي الزمالك خلال فتره الاعداد للموسم الجديد. خلينا بقى نروح ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا. نبدا من عند ميدو طبعا وهداني، بيقول كل الدعم للاعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني، انتم ابطال، العبوا بروح واصرار على بطوله الدوري واثبتوا للجماهير ان الزمالك بمن حضر، وشخصيه الزمالك لازم تبان في الوقت ده في ظل الظروف اللي بيتعرض ليها النادي، وكل الدعم للعيبة وبالتوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. نروح ليونس. يونس طبعا بيقول كل الدعم للعيبة نادي الزمالك والجهاز الفني، وان شاء الله يكونوا قد المسؤولية وتجيبوا بطولات للنادي، احنا واثقين فيكم. نروح لأمين حسن اللي بيقول بالتوفيق يا رجالة، رجالة الزمالك ان شاء الله يكون موسم كله خير وبطولات ليكم، والنادينا الحبيب جمهوركم دايما معاكم وفي ظهركم. نروح لعبد الله سيد طبعا عبد التواب اللي بيقول طبعا ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون دعم لكل الدعم لعيبه نادي الزمالك، واحب اقول لهم انتم رجاله وابطال، والدوري مرتين ورا بعض وابطال الكاس، وان شاء الله تكونوا ابطال كل حاجه هذا الموسم. نروح لمصطفى احمد اللي بيقول طبعا صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا مصطفى، ولازم اللعيبه تستعيد الثقه من تاني، ولازم يعرفوا انهم بيلعبوا في فريق كبير بحجم وشعبيه نادي الزمالك.